Hi everyone and welcome to my IGTV. الحجر المنزلي يعطينا الفرصة ويعطينا الوقت إنه إحنا نسوي أشياء عمرنا ما كان عندنا الوقت لها. عشان كذي لازم نكون أذكياء في استثمارنا لهذا الوقت. في هذا الفيديو راح أعطيكم 10 أفكار لأشياء تقدرون تسوونها عشان نحمس الناس حول العالم إنهم يقضون وقت الفراغ في أفضل صورة ممكنة. تقدرون تستوحون الأنشطة من الأفكار راح أعطيكم إياهم في هالفيديو أو تختارون أنشطة من عندكم. كل اللي عليكم تسوونه إنكم تحملون الصور والمقاطع على الإنستغرام، تعملوا لي تاغ وتستخدمون هاشتاغ خليك في البيت مع روان. يلا تعالوا أوريكم. واتشينج تي في ممكن إنه يكون نشاط مفيد. شلون؟ مثلاً أشوف فيلم وثائقي عن شخصية أحبها وتلهمني، أو مثل ما أنا أسوي بما أني دارسة قانون، أحب أشوف أفلام وثائقية عن قضايا عالمية مثل آرون فرنانديز وهو رياضي أمريكي تمت محاكمته في جريمة قتل من الدرجة الأولى. منو قال إني ما أقدر أسوي رياضة وأنا في البيت؟ هذا عذر الكسلان. أنا بالنسبة لي حولت زاوية من بيتي لجيم صغير. أحب أبدي الصبح بماي ميني تريدميل، ممكن أطلبه أونلاين أو بإمكاننا نحمل أي تطبيق يعطيني exercises أقدر أن أنا أسويهم وأنا في البيت. خيار ثالث وهو أفضل خيار بالنسبة لي، dancing. Dancing is the best cardio. استغلوا هالفترة في انكم تحكوا مع اصدقائكم اللي من زمان ما حكيتوا معاهم. بالنسبة لي عندي يوميا اجتماعات افتراضية مع اصدقائي. Je suis content. انا وايد احب اتعلم لغات جديدة، وقبل كم شهر سجلت كورس في معهد في دبي عشان اتعلم اللغة الفرنسية. بما اني ما اقدر اروح المعهد قررت انه انا اكمل تعليمي الفرنسي ولكن اونلاين. أنا وايد أحب الآيس تي، فقررت إنه أنا I make my own homemade ice tea.